الباتشا العراقية. طيب احنا اليوم جينا هالساعته بزونن الي اللي هو شارع العرب في مدينة برلين، وراح ناكل باتشا عراقية يم مطعم العجمي. راح نجرب الباتشا العراقية وانطيكم رأيي بيها. طبعا المطعم سوري صار له تقريبا 5 سنوات، ولكن الباتشا على الطريقة العراقية، فراح نجرب بالمطعم السوري الباتشا العراقية. تعالوا هنا وسهلا وياي. بدت هسه الباتشا. اي خلي الطبق، خلي عافية عاش تيدك. تمام، بس جيب لنا 2 بيبسي. في شوربة كمان صح؟ ايه اوكي تمام ماشي اوكي. نزلت هذا لحم الراس، وهنا عندنا البمبارات مثل ما تشوفون، احنا نسميها بمبارات بالموصل اللي هي المصارين، وهنا عندنا مشويه. اوكي حبيبي، وهذا المخلل وياكم تشوفون. فانت عندك الميز يكون هيك، عندك ينزل لك هيك. فهسه شنو دكتور الان، احنا نجرب الاكل وننطي بعدين ريكومنديشن على الموضوع. تمام، قديش من 10؟ اي اوكي تمام. يا الله اويلي، طبعا دكتور الان بلش قبلي. لك انا لما اجوع مخي ينضرب. مخك ينضرب؟ ها شوف البسمه على وجهي. الله، قبل هلا كنت اكبر. يلا دكتور الان، بالعافيه بالعافيه. الله يعافيك. يلا حبيبي، صحتين وعافيه. صحتين شباب حبيبي، الله يسلمك. يابا هذا ميكروفون. انت بس شوف انت بس شوف البمبار شلون. طعمة خبر. اوه الله، هتشي اول ضربة اللي ضربت له اياها لحمة الراس ولا اروع. يابا السوب اطيب من اللحم. هاي خاشوقة. يا خاشوقة سوب يجي. يا ابويا والله عمي صدق طيبه يعني حقيقه. اي والله لما حكى لك في كاتسا طيبه. اوكي هي ما راح تيجي مثل الباتشا عندنا بالعراق، لان تعرف اللحم يختلف الامور، بس طبعا الجو كمان. بس يعني هنا حتى هنا مخلي لكم خبز العراق مثل ما تشوفون. على كيفك بالاكل، لان احس راح خلص تنتهي. انت شايف الحراره؟ حاسس بالحراره؟ يعني ما حاسس بكل شيء، بس انه اكل بمبارات صار ايش قد ما ماكل. احبها كل شيء هوايه. طيبين. على فكره خليكم ويانا، راح اصور تقريبا كل المطاعم اللي موجوده هنا، واي مطعم يشوفني ويريد يصور خليه يكتب لي. سوب رهيب. يبا والله لحمة الراس مفتفتة فتوتة. هاي كنا لازم ناكلها بكيف. عشان كنا بس نسويها احنا هناك بيدينا. رهيبة رهيبة. انت اهم شيء هنا الليمون هواية. على مود تهضم. يا دكتور رمان. الله اكبر. اضربها خيو، نص بنص. كيف من تشبع وتريد تاكل؟ يعني اذا الاكل طيب. الحمد لله. أنا انتهيت. تعال أنا عبودي.
يا بي كل هذا يفيد المعدة. معدة شو المحل؟ والله المحل. أنت تعرف صار لي زمان أحلم بهاي اللحظة. الله. أقسم بالله. بس ما كان في حدا معي تجي لوحدك تأكل ماي. ما طيب. مش طيب. لا لا. من تجي تأكل وتصوير. مليون مشاهدة ستة ياكل ويانا. إيه. إيه. ايوه اجوع الترفز يا اخي. عندنا شاي. اي أيوة والله. وين الشاي؟ مطعم فيروز. مطعم فيروز. نضرب شاي مطعم فيروز. عندهم هنا شاي اوكي. في شاي. في قهوه هون. لا قهوه لا. بالقهوه في شاي هون يعني قصدي انا. في مطعم فيروز حلو. وجبه واو. ترى انا كان متنرفز. هلا بدك نصور هسه اشتري سوي سوي ها بدك شو ما تسوي سوي يا ابي ايه اكل الشوارع ولا طيب بدي اروح اغسل ايدي حبايبي صراحه الاكل كلش كان طيب وراقي مشمش تاكل مشمش ويا مشمش بعد الباكر ريكومنديشن مالتنا بالنسبه للاكل شلون كان كثير طيب الاكل كان طيب كلش طيب بس ناقصه شغلتين انه كله يكون خبز عراقي وبنفس الوقت يكون شاي عراقي روح لقي لك او يا كبر هذا مال عطور يلا ماشي اوكي تمام كان يعوزه شاي عراقي وبنفس الوقت يعوزه شاي عراقي وخبز عراقي كامل بالكامل اوكي خبز عراقي موجود كان بالصحن مال الراس بس يعوزه بيتشي شايف هذا الرغيف مال الخبز العراقي الكبير اوكي جينا هسه هنا انا دكتور الله نعلم نشرب شاي في مقهى فيروز هذا المقهى الحلو فالقعده ماله كلش حلوه فخليكم الله شاي طبعا هنا بمطعم بيروت الشاي مالهم والله يشبه الشاي العراقي كلش طيب ورهيب بس بعد الباتشا كثر لك شكر اخويا كثر لا تقول لي دايت لان انت اصلا ما اكل باتشا يابا يلا راح نشرب الشاي وبعد الشاي راح نروح لبوابة برلين خليكم ويانا تغيرات الجو في ألمانيا الدنيا مطرت طبعا وشوفوا الناس كلها تركض كان الناس كان الشارع يعج بالناس الناس صارت تركض يمين يسار بس حيوي لحد الآن احنا جينا هنا في هذا المكان احتمينا شوية اكو مكان يشمال بينا والله العظيم ما عرفش راح نروح نكمل للبوابة ونصور لكم بس زين جابوا وياي القمصله المطريه دائما شيل وياك قمصله ما العلم كان الجو حار حار بس هذا تغير وتقلب الجو بالمانيا قررنا نطلع نمشي اخف المطر شويه مشاوي الفيصل ما شاء الله مطاعم هوايه راح نغطيها كلها ان شاء الله قريبا مطعم الزعيم كل شيء خليكم ان شاء الله يا بي والله العظيم احس نفسي هاي الاجواء الحلوه العربيه اللي يريد يعني قاعد بالمانيا يستمتع يجي هنا أنا. الأوبان يسمونه هنا اللي هو مترو جهة الأرض وين البوابة برلين روح لبوابة برلين طبعا بوابة برلين مع المطار راح تصير عندك أجواء رهيبة جميلة هناك عرفت شلون الأجواء الأفلام وإحنا من اليوم ملبسينك لبس ألماني قديم على مود أنت شنو على مود صورك فيلم يا دكتور الغالي يلا يلا نتوكل دخلنا هسه الى اجواء المترو الداخليه الهواء الحلو العليل نروح على رقم 8 وين رقم 8 رقم 8 انزل جوا او من هنا هذا رقم 8 ايه بس نروح على الكسندر بلاتس من هنا تعال رقم 6 هذا رقم 8 ورقم 6
لا والله والله انا رحت على الكسندر بلاتس مني انا لك من هيرمشت غاسه. الناس كلها تنزل جو احتمت من المطر في محطات المترو. طبعا هسه ننتظر المترو يجي. خلوها هيك من تاريخ برلين. اكره لما عربيات كم محطة إلى المكان؟ 4-5 محطة. يلا محطات برلين تضج وتعج بالسكان. إذا تريد سوشيال ميديا والصور تجي لبرلين أكثر شيء. برلين صور وانتعش وتفرفش وكل شيء تلاقي بيها ناس مستمتعين. ساحة ألكسندر بلاتس طبعاً اللي يحكي لغة روسية أو كان بأوكرانيا أو بيلاروسيا وهي الأشياء يعرف إنه ألكسندر هو هواية يعني يسمون الروس والأوكران والبيلاروس. أوكي هذا شنو البناية؟ هاي الراد هاوس الأحمر. أها هذا البيت الأبيض الأحمر مال برلين. تمام وهنا عندنا برج برلين. أنا شفنا حبايبنا بعد ما ضيعنا الميكروفون من سوريا. يا أهلا وسهلا متابعين الغاليين. أنتوا بألمانيا برلين ولا شلون برلين وياكم؟ والله تمام الحمد لله. حلوة ها؟ ما في بيوت. يلا الله كريم يلا تصير بيوت. تصير بيوت شوية شوية بعد تغطياتنا. لا أي والله اللي عنده بيت يعطي الدكتور الان. عنده بيت يعطي الدكتور ويبعث لنا عادي المراجعين. يا اخي عاملكم اسنانكم ببلاش شوفوا يا ناس ما تقصروا. حبيبي حبيبي الله يسلمك دكتور الان. احنا جديد تحول هنا فقاعد يبحث عن بيت يعني لحد الان ما لقيه. والبيوت بالمانيا شويه صعبه رغم كبرها. شرفت بمعرفتكم ولقائكم وان شاء الله يعني نشوفكم مره ثانيه ان شاء الله. الله يسعدك حبيبي. احنا لحد الان ظلينا بهاي الساحة فاعتقد ممكن نروح مكان ثاني ممكن ما نروح بس على الاكثر ما ادري شو اقول لكم. ما ادري انا شو مسوي حفلة ليلية حارقين الجو جماعة هنا حارقين الجو. روح روح امسيك روح. الحياة الليلية في برلين. احنا هسه في ألكسندر بلاتس هذا سنتر مدينة برلين. ما شاء الله الحياة هنا يعني كلش حلوة والناس مفرحانين وسياح. فتعالوا خلينا نشوفكم الأجواء الجميلة اللي هنا. الله هنا الأجواء الناس يرقصون كلها فرحانة وترقص ومستمتعين بالأجواء الليلية. ما شاء الله هنا علقينا ها؟ اي والله حبي باع ابو السيك بس باع ابو السيك. علق علق علقينا علق اليوم حبيبي. طه منورنا حبيبي والله انت منور برلين والله بس حرامات والله مطر وغيم على حظك بس عادي عادي الأجواء حلوة. حبيبي الأجواء حلوة ما شاء الله الناس هنا مستمتعة رايحين جايين. هاي لا 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 هنا الجو ما شاء الله عندهم انطلقة. والله برلين عامرة بالحياة. هاي نفس الساحة اللي يكون بيها البرج من هاي الصفحة مثل ما تشوفون. وإحنا نفطر هنا بهذا الموقع. الدنيا كلش حلوة وجميلة متروات شغالة وهاي الناس هنا مستمتعة كلش. شو شلون راح نشوفكم هسه هنا الاجواء والناس. طبعا هنا اكو الاسواق مفتحه مثل ما تشوفون الناس رايحه جايه مستمتعه بالاجواء الجميله.
طبعا السياح، لان برلين يعني سياحيه وهواي ناس من كل انحاء العالم فيجون هنا. الكلتشر مثل ما نشوف الافريقي، الله حلوه ملابس الافريقيه كلها تلقوها بهذا المكان. برلين الحياه بها يعني عامره. تريد تروح السوق العربي، تريد تجي هنا العصائر الحلوه الجميله، بقى شوف شوف العصائر الحلوه اللي موجوده طبيعيه بجميع انواعها مثل ما تشوفوها هنا. وبكل مكان رقص ودق. راح نمشي شويه بعد لقدام نشوف الاجواء في هذا الموقع الحلو الجميل اكثر. حلوه حلوه الحياه ببرلين، يعني ما تشعر بانه خلينا نقول الضوج او شيء، ايمت من تطلع ناس موجودين، رغم انه اليوم بعد يعني مو يوم عطله، باكر اعتقد الناس تكون اكثر في هذا الموقع. يعني هنا همينا تشوفون شغلات حلوه تذكاريه ممكن تاخذوها، ميداليات، هدايا لاهلك وجماعتك واصدقائك عن برلين. نكمل هنا همينا اشياء كثيره ممكن انتو تاخذها تطلع عليها، هدايا، سوالف عن برلين موجوده هنا. حلو، اعتقد اليوم يوم افريقي، ما ادري، احتفالات افريقيه لان لبس الافريقي طاغي على الموضوع هنا حقيقه. يعني حلوه، احس الاجواء هنا اكتف هوايه كلش، والافارقه اليوم مسوين جو. حقيقة انه اليوم مسوين جو كلش حلو. الله، شوفوا 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 هذه الزاوية اللي بيها برج برلين. الله حلو، كلش حلو.